نروح لملف مصطفى فتحي. انا باكد لكم يا جماعه، مصطفى فتحي لعيب بيحب نادي الزمالك ومرتبط بنادي الزمالك. مصطفى فتحي كان فاضل له شهور ويتباع وعنده مشكله في التجنيد، سافر والزمالك حصل على $1,000,000، تم دفع $600,000 ويتبقى لنادي الزمالك $400,000. بعد مشكلته في التجنيد ممكن يروح الجيش يقضي تجنيده لمدة سنة، ممكن ينتقل لنادي آخر، مش عارف يرجع لنادي التعاون. فالقصة بقت مرتبطة دلوقتي بالتجنيد، إيه اللي ممكن يحصل الفترة اللي جاية بالنسبة لتجنيد هذا اللاعب. طيب لو مصطفى فتحي عنده رغبة، خلاص لقى نفسه في وضع إن هو التجنيد يعني مش هيقدر يعني يخرج بره مصر، وبالتالي هيلعب جوه مصر، قد يلعب في طلائع الجيش. طب افرض طلائع الجيش ما عندوش مانع انه يلعب في مصر ويقضي تجنيده وما يلعبش في طلائع الجيش، طب ايه اللي هيمنع ان مصطفى فتحي يلعب في الزمالك؟ ده الزمالك لسه باقي له فلوس عند التعاون $400,000، تمام؟ فايه اللي هيمنع؟ يعني ايه اللي هيخلي مصطفى فتحي بعد ما صنع تاريخ لنفسه انه يروح النادي الاهلي مثلا؟ طيب ده كلام انا بقوله، قناعاتي، وعارف كويس قوي ناس كلمت مصطفى فتحي وتواصلوا معاه وقال لهم انا عمري ما هروح النادي الاهلي، لكن كل شيء وارد. انا بقول يعني انا بقول لكم ما اعرفش بكره ممكن يحصل ايه، لكن حتى لو مصطفى فتحي راح النادي الاهلي، هل هذا انتصار للنادي الاهلي مثلا؟ احنا شفنا قبل كده اشرف بن شرقي هيروح $3,000,000 $5,000,000، معرفش هنديله اللي هو عايزه، ده هتبقى قنبله، تبقى ضربه جامده للزمالك. راح الجزيره. طب كهربا كان نجم الزمالك، هرب واتعمل له خطه للهروب، ويعيني كهربا والله العظيم يعني صعبان عليا، مش صعبان عليا من منطلق اللي هو عمله في الزمالك، يستاهل اللي حصل له. لكن ممكن حد برضه لعب في دماغه يا جماعه وحد يعني، لكن في النهايه لعيب اعتزل كره القدم. انا دايما بحب اللعيب يلعب وبحب اللعيب يتالق ويثبت ذاته ونفسه، لكن لا يلومن الا نفسه. في النهايه لعيب كان عامل علاقه طيبه مع نادي الزمالك، عامل يعني مباريات رائعه، راح منتخب مصر، جاب بطولات مع نادي الزمالك، كان لعيب مؤثر. دلوقتي كهربا قاعد في البيت يا جماعة، كهربا قاعد في البيت، والنادي الأهلي مش في دماغه كهربا خالص خالص. أنا في دماغي بقى المدرب الأجنبي اللي مشي بعد ربع ساعة، إيه بيرسي داود أو ميكيسون هعمل معاهم إيه؟ طب هنجيب الفلوس للناس دي وندفع الشروط الجزائية وندفع للعيبة بقية عقودها ونجيب لعيبة جديد عشان نسكت الجمهور، لكن كهربا خلاص يعني إيه، لعبة واتحرقت، لعبة خلاص اتحرقت، مش هتعمل لنا بروباجندا، خلاص انتهت للأسف يعني.